99.06% اغلبيه 99.06%. نحب نحكي مع الامور الستة من موظفي البنوك يلبسوا، من موظفي البنوك التوانسة يلبسوا كوستيوم وقت الخدمة. ايش يهمك انت؟ حتى هذه متقلق منها، حتى هذه قلقتك معناها انت كنت قاعد عندك ميسيون راديو خلقت قلت زعم علاش يلبسوا كوستيوم في البنك؟ شو تحبوا يخدم خلعة في بنك؟ تحبوا ايش بيك طارق؟ ايش مشكلتك؟ باش تحبوا يخدم؟ على ذكر خلعة جاني مساج توا من مستمع اسمها يمينة الحشاني بيانوبلي، قالت لي فما اي الناس كل يلبسوا كوستيمات الا العارف والبيجي تلقاه مثلا بشورت ولا مريول ولا خلعه ولا حاجه. مول الراديو يخدم سيرفت موديم. اي مول الراديو يخدم سيرفت مره بالله تحت في الفخ في بالك هذاك مول الراديو ابو شكون هذاك؟ تعرف بعض كيفاش؟ قلت لي كيشبيه قالت لك اللي يبدا البي دي جي ولا العارف الكبير يلبس بشورت خلعه مريول عادي. هذا في تيجيني بانك اسمه تيجيني بانك هو ديجا راهو يدخلوا يجيني بانك يدخلوا يخدموا راهو البنك. شو صار لك السوريه هذيك؟ هي حياه كامله راهو معناتها واهره والدنيا وكل وما وعائلته يبداو فرحانين بيه، هو ما يعرفوش حتى شي يخدم في البنك، المهم يمشي بك السوريه. ساعات يبداو متوارثين هالبو بانكيجي دونك الولد بانكيجي. يا طارق انت اخي ما تعرفش اللي راهو لكل مقال مقام. لكل مقام مقال. برافو يا طارق نعاودوا له مع بعضنا. واحد لا 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 مش خاطر محضر كورال اسمه نوفل جينيراسيون كما كونسير. هاي واحد اثنين ثلاث لكل مقام مقال. اذا بما انه لكل مقام رسميا عوده الشعبه وبن علي.